اهلا وسهلا فيكم في الجزء الثاني من دامات الست. مثل ما عودناكم في كل سلسله لما نتكلم عن موضوع معين نتدرج في صعوبه، يعني من السهل الى الصعب. وان شاء الله في هذا الجزء، الجزء الثاني من دامات الست، راح تكون الدامات شويه بشكل اعمق واصعب من دامات الجزء الاول. شوفوا معي. من دامات السته للاستاذ شادي غليط. لعبة جميلة أيضا للأستاذ شادي. لعبة أيضا للأستاذ شادي. من دامات الست للأستاذ نبيل حامد.
ناكل بالشيخ ثلاث. من دامات الست للأستاذ شادي. أيضا لعبة جميلة للأستاذ شادي. من الألعاب الموجودة في كتاب نصيف اللحام، دامت منير خلف
من كتاب نصيف اللحم. من دامات الست من كتاب نصيف اللحام. وصلنا معكم إلى نهاية الجزء الثاني من دامات الست، تابعونا إن شاء الله في دامة الثمان، مع السلامة.